أنا مش عارف أخوك علم متأخر ليه؟ أنا برن عليه تليفونه مقفول، أنا خايف يكون جرى له حاجة. يمكن شبكة يا حاج. شبكة إيه بس؟ أهو جه. إيه يا علام؟ اتأخرت كده ليه؟ طمني. أسد ولا؟ أنت ما بتخلفش غير رجالة يا معلم عباس. مبروك علينا. عادل وحنا بيتغربلوا. اعتبرهم بيتعزموا. طب وعبدالله؟ عبدالله رجالتنا روقوا عليه، بس طلع وراهم فاكر انه هيلحقهم، بس مش عارف فين روح ولا بيخ. مبروك يا حاج، الموقف كده فاضي وبقى بتاعنا، من بكره نحط ايدينا عليه. لا اتقل كده، محدش فينا هينزل الموقف دلوقتي الا لما نطمن على اخويا وحبيبي حنفي خلص خلاص، وبعد كده نروح نعزي فيه ونعمل الواجب مع اهل بيته. هنستنى كل ده بس ليه يابا؟ هنستنى. ده انا استنيت كتير قوي لحد ما طابت وقعت في حجري، بقى هتلهوج ليه؟ المهم دلوقتي الرجاله اللي نفذوا العمليه يطلعوا على كرداسه، مش عايز راجل منهم يطلع بره البيت ولا كعب رجل راجل منهم يبان. كله تمام يا معلم، عليهم حراسه من بره، اعتبرهم محبوسين. معلم يا زي ابوك. الايام اللي جايه انا عايز عينيكم في وسط راسكم. ويلا بينا بقى عشان نروح نطمن على عمكم حنفي. واجب برضه ونعمل الواجب مع اهل بيته. ده ثواب ربنا يجعله في ميزان حسناتنا. اللهم امين يا رب.